هو حصني يقع في مدينة سيئون في المنطقة الشرقية، وبالذات في منطقة القرن. وهذا الحصن بني في أعتقد أو أتوقع أن يكون في فترة السلطان بدر أبو طويرق الكثيري، قبل ما يقارب 470 عام في فترة حكمه. اتخذته بعض الطوائف اليافعية مقراً لهم خلال 3 قرون من الزمن. وعند تأسيس الدولة الكثيرية الثالثة سنة 1262 غادر اليافعيون، ظل الحصن مهجوراً حتى اندثر. ما بنى هذه القلعة من أي هاك المتعه بها ولا التفاخر بها، ولكن اختار هذا الموقع التبة اللي هي تقع في وسط القرن اختيار بدقة، وبنيت أكيد من قد عانى معاناة الغزو أو غزو أو معاناة أو قتال أو تهريب. وبني هذا الحصن بمثابة مراقبة لموقع السلطان الكثيري الذي قاع على يميننا أو على يسارنا الآن، قصر السلطان الكثيري، من أي مراقبة البوابة الشرقية لمدينة سيئون اتجاه مناطق الشرقية بور وتاربة والمناطق الأخرى. ونحن أطفال يعني كنا لما نجي لما المدرسة في مدرسة القرن نلاحظ هذا الحصن مهجور، وكان المخيف الناس يخافون من هذا الحصن، يعني أي واحد يطلع لما الحصن ويخرج يشوف كأنه طلع لمرحلة كبيرة من الشباب. لكن بنيت هذه القلعة من أي أتوقعها بحكم أن موقعها الجغرافي الآن في تقع على بوابة مدينة سيئون أو منطقة مدينة سيئون المنطقة الشرقية، تقع في هذا الموقع حفاظا على الشخص أو العدو أو المواطن أو أي شخص إن كان يتيه من اتجاه الشرق باتجاه منطقة بور وتاربة وتريم والمناطق الشرقية بكملها كذا. كان هذا الحصن هو نقطة دفاعية للمدينة، مدينة سيئون، يعني كان في الطرف الشرقي يطل على الضاحية الشرقية لمنطقة القرن المعروفة. هذه منطقة زراعية وفيها عدد من السكان، إنما توسع العمران فيها في الوقت الأخير في نصف القرن الماضي، بدأ العمران يحتل مساحاتها، بينما كانت في الوقت السابق بساتين من النخيل والمزروعات المختلفة. فكان هذا الحصن نقطة دفاعية لحماية المدينة. فكما تعرف جغرافية المدينة محصورة بين جبلين، هذا الجبل الشرقي وذلك الجبل الغربي. في وقت متأخر جدا، يعني في عام 1355 كان إنشاء السور. قلعة قتالية، يعني تتكون لو تركزت على هذه القلعة تتكون من 3 معاصر، واختار كله في موقع استراتيجي دقيق، يعني اللي بناها بدراسة متكاملة، اللي هي قلعة واحدة من المعاصر هذه اللي تطلع على البوابة الشرقية، ولها مشاريف، المشاريف هذه تكون للبنادق، بحيث انه لو فلت عليك العدو من هذا الجانب ممكن تجيبه من الموقع الثاني في نفس المعصورة هذه، وعلى الاتجاه اليمين نفس الطريقة تكون في المعصورة. له 3 معاصر ما عدا الاتجاه الرابع ما له شيء، اللي هي تحميها الجبل، تحمي الجبل. فاضطر اعتقد انهم ما عملوا هذه المعصوره بحكم انه الجبل، والجبل تو يعني يكون فيه امتداد سور بحيث انه ما حد يتسلل من هذا الموقع لاتجاه المدينه ويصر من خلف القلعه هذه. ونفس الطريقه هذا السور فيه 2 مراقبات في الجانب هذا. وتم اختيار هذه المنطقه لبدايه السور من خلف الحصن الى الجبل، ويمتد السور باتجاه هذا الاتجاه موازي إلى نحو 2 كيلومتر، ثم يتجه غربا 4 كيلومتر إلى البوابة الغربية في مدينة سيئون، ثم إلى الجبل آخر بالجهة الغربية من مدينة سيئون،
وهذا الامتداد الطولي للسور تقريبا 4.5 كيلومتر يغلق المدينة تماما، وللمدينة بوابات، بوابة شرقية وبوابة غربية وبوابة شمالية، وبعض الفتحات أو المسالف الصغيرة اللي هي أبواب ممكن تدخل الأفراد والحمير. هذه منطقة القرن، علشان نحن نقول إن قد تكون حصلت فيها قتال، لا، منطقة القرن هي أغلب شريحتها هم شريحة من العمال وفلاحين ومزارعين، وكانت هذه المنطقة منطقة كلها روابي، وكثير من الفنانين حتى تحدثوا عنها، وكثير من المنشدين، وكثير من وأغاني تثبت إن القرن 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 من ضمنها الأغاني اللي تمتع بها الفنان الراحل الدكتور أبو بكر سالم الفقيه: ليلة في الطويلة خير من ألف ليلة، تفضل فضيلة يا صاحب الموتر، لأن يا القرن يا ريتك تقعلي وطن. طبعا هي على قرن مدينة سيون هكذا، كثير وترنوا عنها وتمعنوا فيها الشعراء من ضمن الفنان حسين أبو بكر المحضار وعدة من النخب هذه. وقد تغنى بهذا الشاعر القدير المرحوم عمر عوض سالم بارمادي بأبيات شعرية في عام 1972، قال فيها: عزوك يا حصن الفلس، ردوك لا صف المآثر، والقوا لحيطانك ملس من بعد ما كنت داثر، وتفننوا كل النقش برع وداخل في السقوف، يا قلب حب ماشي عتب، الحب بين الناس معروف. ونستغرب لما ذكر هذه الأبيات الشاعر عمر عوض سالم بارمادي في عام 1972، كيف لما قارنت الوضع ولما وصل الآن الترميم في الحصن، لأن هذه الأبيات لما قالها قبل يعني حوالي 30 سنة أو أكثر، والآن لما ترمم الحصن وحسب النمط الشاعر اللي ذكرها في نفس الأبيات، الزخرفة في الجدران الخارجية وداخل الجدران زي الملس، يعني هذه أمور تستغرب عند مدار الزمن. المعالم التاريخية كانت طبعا للدفاع والحماية للمدن، والآن ممكن تكون تحقق رؤية ومشهد سياحي بدل أن كان مشهد دفاعي، فتؤدي وظيفة ترويحية وسياحية وتعرف على التراث بشكل أعمق من خلال هذه المعالم المعمارية. بالنسبة للفترة القلعة هذه، أنا في تفكيري لما عيد ترميمها كان زخم سواح، يأتوا أيانب كلهم من الدول الغربية من الدول الأجنبية كلهم إلى مدينة سيون، ووادي حضرموت ليست مدينة سيون فقط، ولكن مدينة سيون هي السنتر بحكم أنها هي عاصمة الوادي في 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 وادي حضرموت، ومن ثم ينطلقون من مدينة سيون، أول ينطلقوا إلى قصر سيون أو قصر السلطان الكثيري، ومن ثم إلى عدة مناطق في سيون، سواء كان في تريم ولا في حريضة هكذا. أسسنا هذا وتمنيت أن يعيد هذا القلعة، وفعلا لما بعد تكميل لهذا وإعادة تأهيل القلعة هذه في 2007 شهدت زخم أو شهدت تردد كثير جدا من السواح، وقد تكون حتى بالأرقام سيئة في مكتب الآثار والمتاحف السياحة فوق عند الأخ عبد الرحمن السقاف عدد السواح الذين توافدوا لهذه دورية هذه القلعة. وكان عندنا فكرة أو عندي أنا طموح وشغف أن أحول المنطقة بحكم أنها منطقتي حولها لمنطقة تمتاز بسوق شعبي تقليدي، بحكم أنها من أغلبهم يكون عمال وفلاحين، قادرين نحول المنطقة هذه حول القلعة هذه إلى سوق تراثي تقليدي، وهو نجلب السواح لرؤيتهم هذه القلعة. كذلك هذا يؤصل ويثبت كثير من القيم المعمارية التي كانت سائدة قبل 500 سنة
يثبتها ويثبت مهارة العمال في إعادة بناء مثل هذه المباني. وهذه التجربة والحمد لله كنا نود ولازلنا نود أن تستمر وتتكرر في معالم أخرى. الحصن هذا طبعا في الفترات ما يقارب حوالي 450 عام تآكل الحصن هكذا لعوامل التعرية وأشياء كثيرة جدا، عدم الاهتمام في الفترات هذه السابقة في الحصون والمواقع التاريخية والآثار والمتاحف، فتعرض الحصن هذا لاندثار معالم كثيرة جدا فيه. حقيقة جاءت فكرة ترميم هذه القلعة، كنت يوما بكوني عضو مجلس محلي بمديرية سيئون، كانت برفقتي المحافظ عبد القادر علي هلال رحمه الله، كان برفقتي أتيول في منطقتي في منطقة القرن، فكنت أزور به مدرسة القرن هذه لحولي، وأشرت له إلى هذه القلعة وأعطيته تاريخ هذه القلعة، وقلت له يا الأخ المحافظ هذه القلعة بنيت قبل 750 عام أو 470 عام في فترة السلطان، ونامل أن تعطوا له أهمية في مشاريع المجالس المحلية من حذو بإعادة صيانتها. قال والله فكرة جميلة طيبة جدا، وممكن تعدوا لنا الإعداد الكامل والدراسات. في حينها تواصلت مع الأخ عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف مدير عام الآثار والمتاحف حفظه الله، وقلت له بشرة السارة معنا بخصوص ترميم قلعة حصن الفلس. تواصلت اليوم كان المحافظ معنا وطرح لنا هذا طرحنا للمشروع هذا، وإيش رأيك؟ قال والله فكرة جميلة جدا. قلت له مطلوب الإعداد في التصاميم والإعداد الخرائط، فقال فكرة طيبة جدا. وفي عامي 2005 و2006 وبتمويل من المجلس المحلي بمحافظة حضرموت، قام الأخوة في مكتب الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالوادي والصحراء بترميم الحصن كتجربة نموذجية وخطوة أولى لترميم الحصون الأثرية بوادي حضرموت من خلال إعداد الدراسات والتصاميم والمعالجات الفنية. نفذ العمل من قبل 4 فرق من العمال برئاسة المعلم الوالد القدير خميس عوض سالم بارمادة، واستغرق العمل في الترميم 1 سنة و6 أشهر. العمل كان دقيق جدا وتجربة مدروسة، وحرصنا على إثبات تفاصيلها وتوثيقها حتى تكون تجربة ممكن تطبيقها في أماكن أخرى. وتوقف الحال على ترميم هذا المبنى أو إعادة بناءه وترميمه، ترميم الأجزاء المتبقية ثم إعادة بناء الأجزاء المندثرة. إليه في آلامه وآماله، معه ليتسع الحلم، به ليكتمل المشهد، بلقيس حيث الإنسان. برنامج مسابقاتي بقالب إنساني يشيع الأمل وسط ركام الحرب. تابعنا المادة التي عرضت، يسلط الضوء على قضايا وحالات تستحق المساندة، يقدم الحلول الممكنة ميدانيا ويلفت الانتباه لمثلها. للاشتراك في البرنامج والفوز بإحدى الجوائز اليومية، ما عليكم سوى متابعة الحلقة والإجابة على السؤال الذي ستذكر إجابته من خلال الحلقة وإرسال الإجابة الصحيحة على رقم الواتساب الظاهر على الشاشة. قد تكونون من الفائزين 3 بمبلغ 100,000 ريال يوميا لكل فائز. بالنسبة لفكرة الأشياء التراثية في الحصن، التمسوها من نفس القلعة، واحتاطوا بقلاع بجانبها. الأشياء التراثية اللي داخلها فهي كانت كلها تستعمل داخل
القلعة هذه. طبعا القلعة هذه بمثابة حصن، كل شيء توايد فيه. يعني لو درت حول هذا في فناء هذا القلعة، القلعة داخلها بير من أي للشرب، في حالة لو شيء حصل داخل المدينة من هيوم أو اعتداء أو اشتداد حروب ولا شيء، كل شيء متوفر لديهم. داخلها بير للماء للشرب بحيث أن ما تنقطع عنهم اللهجة. داخلها موقع للذخيرة، البارود ومش عارف إيش هذا للقتال. داخلها مستودع للمواد الغذائية، بحيث أن المواد الغذائية سواء كانت التمر والدقيق أو الطحين وهكذا. داخلها أو حولها في الفناء هذا مطبخ متكامل من التنور ومن مش عارف هكذا. داخلها نحن نقول طيحونة، نحن بنسميها أول رحى. المبنى كما تعرف كما تشاهد هو مواد بناء محلية، لم يكن شيء مستوردا أبدا. الأخشاب من شجر السدر العلب، ومن والسقف من شجر اليعبور، شجر خاص ذو رائحة عطرية، ومواد البناء هي من الطين والنورة. أما أشكال الزخرفية فهي ذات تعابير ومغازي في التاريخ الإسلامي. هذه الرموز هي رموز تعبيرية تحمل معنى من الفروسية والشهامة والأنفة، فهكذا الشرفات هذه تعبر عن هذه المعاني. الإضاءة اختارت ليس باختيار عشوائي، الإضاءة كان عليها إشراف من قبلهم وقبل مهندسين مختصين ويحبون الأشياء التراثية هذه، اخترناها تتناسب مع الحصن هكذا، ليست أي إضاءة كانت هكذا. بالنسبة للمناظر الزخرفية هذه بنفس اللي كان بنيت عليها من أساس القصر. فلهذا استخلصنا الشكل المعماري، كما أنه استخلصنا التفاصيل المعمارية كلها من خلال التنقيبات الأثرية، لأن هي عرفتنا بالأساس كيف انطلق المبنى وكيف هي التفاصيل وكيف هي التكوين. السقف مثلا السقف مندثر، ولكن عرفنا من خلال الردميات الموجودة ما هي المكونات التي كانت تشكل السقف هذا. ولو ركزنا على هذه الأبواب والنوافذ تراها منقوشة بنقش دقيق جدا، لما الآن يطلع الزائر الحصن يستغرب من هذا التصميم، لأنه هذا التصميم في الوقت هذا الحالي، بس في نجارين لحد الآن يستعملون هذا النمط. عملية النوافذ والأخلاف لها حساب ودقة عالية في 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 موقع الاسم هكذا، بحيث انه تتناسب اول مره مع إضاءة الغرفة او إضاءة الموقع المجلس اللي وقعت فيه هذه النافذة، وكذلك الجو تختار في بدقة عالية بمقاييس مهندسين او معالمة بخبره كامله في الجانب، بحيث ان لما تفلت هذه النافذه ما تعطي الشمس مباشره لما داخل الغرفه، ولكن تعطي الجو، تخلي الجو يكون ممتاز جدا. ولما تكون في تفلت النافذه الثانيه او الفتحه الطالعيه هذه تعطي تغيير الجو داخل القلعه هكذا. هناك منظومة من الحصون مترابطة تتم المشاهدة منها، وفي إشارات كانت متبادلة من خلال إشعال النار أو بعض الإجراءات، فكان من ضمن الإبلاغ
والإجراءات الأمنية المتبعة أنه إشعال النار فوق الحصون أو فوق المباني لتعبر عن حدث ما أو كذا. كان القصر يرى هذا المكان، أو كان اسمه الحصن الدويل أصلاً، فهو حصن من الحصون إنما بحجم أكبر، وكان أيضاً على ربوة وحصن آخر في مريمة أيضاً يشاهد من هنا خلف الأفق هناك خلف الأكمة أكمة. من خلال الآن اللي تدخل القلعة وتشوف الغرف اللي داخلها والمشارف اللي داخلها، ما يكون أنا أتوقع أنه أعتقد وليس كلام قاطع، ما أعتقد أنه ليس يكون كمية الحراسات اللي فيها بكميات بالمئات، بل هي أقل. أنا أتوقع الحراسات تكون أقل من المئات، ممكن تكون بالعشرات فقط في الجانب هذا بحكم موقع القلعة. مصالح القلعة من خلال ما تشوف انه يعني افترض انه لو دخلت المطبخ تحصل التنور واحد واثنين من هكذا، لو دخلت القضية الحائل الحمامات مش عارف ايش فيها حمامة وحمامين، فمن هنا تقدر تحكم تقول ان القلعة هذه كانت لعدد قليل جدا سواء كان للحراسة او المرافقين او الاشياء الساكنين فيها، عدد ما يتجاوز العشرات، ما يتجاوز هذا العدد. لازم نحافظ على موروثنا هذا، وكيف نحافظ عليه وكيف ننشره، نخلي الأجيال اللي بعدنا زي ما حافظوا عليه آبائنا وأجدادنا، فاليوم هي مسؤولية على عاتق رقابنا أن احنا نحافظ عليه ونوصله للأجيال اللي بعدنا كده.